السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زكريا وبيشو. في هذا الفيديو جيتنا لأنه الباك ديال الميتين كامل مكمول، فيه الفيزيك والمات وحتى الاس في تي. انا غادي نوريكم كل شيء دابا، ونوريكم حتى البلانينغ ولي سيونس فوقاش تيكونوا لي لايف وكل شيء. راه درنا بلانينغ وديجا الفيزيك بدا، انا غادي نبدا غدا ان شاء الله لي لايف، وديجا كاين كونتوني مسجل لا بالنسبه للفيزيك بالنسبه للمات. والاستاذ فيصل اللي انضم لنا اللي غيدير البريباراسيون لي كونكور ديال الميديسين في اس في تي، حتى هو ان شاء الله غادي يبدا في هذه الايام هذه قبل العيد. ديجا كاين الميديسين في المات وكاينه في الفيزيك، ودابا ولات حتى في الاس في تي، ولات حتى في الاس في تي. يمكن لكم تدخلوا البلاتفورم وتكتشفوا اللي تزاد معنا هو الاستاذ فيصل، دونك هو اللي غادي يكون مكلف بالاس في تي. اي مات فيزيك ديجا كاين. انا غادي نحط لكم اللين ديال هاد الباج هادي في ديسكريبسيون، ودخلوا اكتشفوا راسكم. بالنسبه للبلانينغ اللي دايرين هو هذا، دونك يبدا العمل به ابتداء من الخميس اللي هو غدا. الاستاذ علاء الدين ديجا دار دي سيونس، بدا من نهار الاربع، كانوا دي سيونس البارح، وبدا حتى نهار الثلاث دار معهم اون سيونس. اي دونك هذا هو الطريقه ديال الاوقات ديال الخدمه، باش هكا نخليو التلاميذ يخدموا بنهار يخدموا راسهم، وفي الليل غادي يكونوا دي لايف. وكاين حتى الانسان بيان سور كما تشوفوا في البلانينغ راه فيه كل شيء. كنتمنى تشوفوه هو. وبالنسبه لذاك اللين غتلقاوه في الديسكريبسيون، ادخلوا واكتشفوا راسكم. واللي بغى يتسجل مع الا يتواصل مع الرقم هو باين هنايا، او يعني يتصل مباشره كاين حتى شي مشكل. نتمنى يعني تكون زعما جا في الوقت المناسب للاس في تي. دابا حاليا الباك راه مكتمل بالنسبه اللي كيبغي يشترك في باك كومبلي، والثمن راه ديجا رخيص بزاف مقارنه مع الاثمنه اللي كاينين. راكم عارفين، دخلوا البلاتفورم وتواصلوا معنا، كلشي غادي نعطيكم معلومات كامله ان شاء الله.